المهم زمن زمن فتنة. أنا لا أريد أن أدخل فتنة. النبي صلى الله عليه وسلم أمر في فتنة البتعاج، هي أن رجل هنا جلس وقلت له تقول كذا وتقول كذا، وكلها رد علي، وكلها هذه الاتفاقات التي أشرت إليها ذكرها بتفصيل، وقال هذا كان مؤقت حتى يتسنى لنا أنه ثمان مواضيع اختلفنا فيها، ففي هذه المواضيع اتفقنا على أن يكتب من الجانبين البحث، ووصل إلي قال تقريبا البحث عن البدع وكذا وكذا، فهذه اتفقنا. أخيرا قطعوا مجلس العالم، فالذي كتب لك أيام ما كان إلى أن تكون لجنة وتنظر وتناقش وتلزم يعني من رجح دليله أدلته الجانب الذي لم ليس له دليل أو لم يترجح دليله على موافقتي هؤلاء، وهذا يحتاج إلى أن يتكامل البحث وكذا وكذا. لكنهم في الأخير قبل أن وبعضهم بدأ وبعضهم وأنا أيضا قال بدأت كذا، فالمهم قبل أن يأتي أبطلوه، هم اختلفوا فيما بينهم وكذا وأبطلوا الموضوع، فبقينا متحيرين ورافعين أيدينا. فهذا هو الذي سأل. أما أن يكون نهائيا وقع جلان على هذا وقع على جلان هذا، قال له هذا مو صحيح. وعلى كل حال أنا نصحته بقدر ما أستطيع وقلت له كذا، فإن تغير بعد ذلك فلا علاج له، ولو تلوت عليه التوراة والإنجيل ما هو رسالة ورقة ورقتين. ففي مثل هذه الحالة ندعو الله تعالى أن أوحد كلمة المسلمين فقط. وماذا المخرج للدعاة إذا رأوا انحاز إيش اسمه هذا جيلان، والذين يعني لهم عندهم اتفاقات وعندهم يعني تجاوبات وعندهم قرب، هؤلاء يوحدون صفوفهم ويدعون الله، إن لم يستطيعوا جهرا يدعون سرا، وإن وجدوا مجالا فيستمروا على هذا. وأما أن يكون مثلا الدولة مسيحية وفوقها أمريكان، كل من رأيتم منهم أي تشدد أحوله إلينا أو أقتله أو أسجنه، هذه أوامر دائما صباح مساء عندهم، وهم لا يريدون أن يعني مثلا يدخل في البلد من يتكلم ومن يكلم كذا وكذا. ففي مثل هذه الحالة ما في إلا الصبر. النبي صلى الله عليه وسلم كان في مكة 13 سنة يدعو بالتوحيد سرا ثم جهرا ثم وأتباعه مضطهدون، ولما تحول المدينة وجاءه النصر، وبعد ذلك جاء القتال وبعد ذلك جاء الفتوحات، جاء النصر إلى الآن. والحاصل إن مثل هذه الأشياء إن استطعت أن تقنعه وتنصحه ويقبل نصيحتك فهذا لك. نصحته وأنت قلت لي ثلاث ساعات، فإذا لم ينجح ذلك استمر على ما أنت عليه وهو اللي جاهز. أما أن نتفادها بأي طريق، يعني مثلا نواجه إذا كان الذي يعني يقولون من جانبي أو مثلا تذكرت هذا على الشيخ جيلاني، وكنا نأمل يعني كنا أول ما ذهب من هنا يعني رجونا بأن كنا دعوة سلفية ما شاء الله صافية وتمشي كذا وكذا، وأخيرا لما انعكس هذا ما لنا إلا حسبنا الله ونعم الوكيل. كما ترون أنه البدع والهوى غلب والجهل زيد على ذلك، العلماء قلة وعامة الناس جهلاء، فإذا كان العلماء أكثرية يعني انحرافات عندهم خلاص سد الطرق كلها، ولو ذهبت إلى مصر ولو ذهبت إلى كذا وذهبت يعني ترى يعني عجب العجاب يعني في ما نسمعه أن الانحرافات هذه الله مستعان علماء الهوى وكذلك أيضا يعني واحد تخرج من المدينة يقول لي الشيخ إبراهيم المهيمن ذهب إلى هناك نيجيريا أو نيجير ما أدري، فكان أبوه شيخ طريقة تجارية، فلما ذهب من هناك دكتور وأخذ دكتوراه من الجامعة، فلما ذهب هناك ورأى الباب مفتوح ما شاء الله وأخذ مقام أبيه أو منصب أبيه،
فسأله الإخوان فقالوا أنت من السلفية وتدعو إلى السلفية وأخذت الدكتوراه من الجامعة الإسلامية، فكيف كنت قائدا لطريقة الجهادية؟ قال لو أخذه غيري لكان الشروط. شوف شوف أنا هذا خير لكم إذا أمسكت وأنا شوف هكذا يعني الله نعم يوجد مثل هذا الانحرافات والانقلابات وكذا وكذا. وعلى كل حال يعني مثلا أنت لو كتبت ضد مثلا أو تكلمت ضد جيلة مثلا أو أعوانه أو أصحابه مثلا هذا يعني نعم فيما رأيته انحرافا يعني أنت الحق أن تبينه وكذا وكذا، لكن هل يعني بهذا الأسلوب هل يتراجع هو أو من معه مثلا؟ إن كان فيه مخرج يعني طيب هذا، وإن كان فيه شدة وغضة وكذا وكذا فهذه يعني ما نراها مثلا. يعني المجلس الأعلى الصوفية أو الأشعرية أو الخرافيين كلهم يعني أمسكوا، لو وجدنا نعارضهم مثلا او نقول انزلوا او كذا يعني ما له وجه وما لنا يعني مجال يعني الا ان نصبر. فان شاء الله يعني بالصبر ومواصله السير ويعني ان شاء الله هي يكون الظهر. مثلا هناك في الاخ محمد اول، الشيخ محمد اول جاءني في الحج هنا وذكر لي مثل ما ذكرت يعني ان التشدد في الحديث يعني اثر عليهم كثيرا. هناك كان جاوبته ما شاء الله قالوا فيها انتشار وفيها كذا، ولكن اخيرا قال جاء خناق وقلت له اصبروا على ما انتم عليه ما دام انتم على الحق ولكم ايضا مثل 5 16 يعني في شباب يعني ان شاء الله في خير ورجع في الخير. واما مثلا مواجهه التيار مثل هذا بعكسه مثلا يعني فهذا يعني الله المستعان. طيب صلى الله عليكم في فتن، فهذه فتن كما تعلم ان الصحابه رضي الله عنهم او اخر الصحابه في ايام الحجاج وخيار التابعين كان من منكراته انه كان فتح الله عليه الكلام، قال من افصح العرب 4 يقولون هو احد. فهذا كان اذا بدا في خطبه الجمعه يدخل وقت العصر ولا ينقطع نفسه. فماذا يفعل هؤلاء كبار التابعين؟ يصلون الظهر بالإماء وهو يخطبهم ولا يقوم أحد، إنما بالإماء جالس إلى هذا الحد. وأخيرا لما تضايقت الأمور خرج عبد الرحمن الأشعث وتبعه خيار ما شاء الله يعني سعيد بن جبير ذبح وفلان وفلان سببه هذا، وبعضهم كمحمد بن سيرين وما إلى ذلك هؤلاء قالوا لا يجوز خروج عليه لأن هذا نتيجته سيئة. وفعلا كما قالوا عبد الرحمن غلب والذين معه من خيار التابعين كلهم قتلوا أو شردوا أو اختفوا. حتى البصري كان كم سنة اختفى في بيت أحد الناس. وهكذا النتيجة ما هي راجحة، والسلف يعني اختلفوا. هو يحق أن نخرج عليه وأن نحاربه لأنه كذا لأنه كذا لأنه أفسد الدين كله. فبذلك بعضهم قال لا، هذه ستأتي بسوالب يعني لا نهاية لها. وفعلا حصل هذا. فمثل هذا يعني وذهب الله به وجاء بعمر بن عبد العزيز ما شاء الله يعني كما تعلمون. فمثل هذا الله سبحانه وتعالى ندعو الله سبحانه وتعالى أن يغير أوضاع المسلمين إلى الخير ويبعد عنهم الشر.